كنا داعمين ممثلين لطلاب المدارس هيقولوا هيتكلموا عن الازمه اللي حصلت في الثانويه العامه من تسريب الامتحانات وغيره ووجهه نظرهم في اللي بيحصل يعني. عرض وجهه نظر طرح في الاحداث واللي هم اللي تاثروا بشكل عام اللي حصل ان انا جيت وبقيت بالشوارع مقفوله وكلمت الامن فقال احنا جايين نعمل المقابة، فقلت لهم ان احنا ما فيش اكتر من 4 أو 5 طلاب جايين هيعرضوا اللي بيجري، وبعد كده لما جينا نتكلم عن المجموعه اللي هيتكلموا فتم رفض دخولهم وقالوا ان 60 بس اللي هيخشوا. فخلاص قررت ان انا بقرر ان اولا حرصا على سلامه الناس وعلى مصالحهم يعني في الاخر، وحرصا على ان العطله دي ما تستمرش يعني في الاخر. ليس املنا الا الغاء المؤتمر، انا كمان احنا مجرد عرض، كان مجرد عرض لما يجي المؤتمر صحفي، المؤتمر صحفي الناس هيتكلموا فيه عما يجي خلاص اللي حصل، طالما لاصحاب المشكله مش عارفين يخشوا يعرضوها. حضرتك شايف استمرار حصار النقابه ده بيزيد الازمه بين القوات؟ بص الحياه انت دلوقتي مش ازمه بين قوات الامن والنقابه، الازمه هنا في الفكر اللي بيحكم على الطلاب اللي هي 4 أشخاص مش اكتر. يعني القضيه ان ده مؤتمر صحفي. لا انا ما اتصورش ان عمري ما اتصورت ان مؤتمر صحفي يحصل فيه كده في الاخر يعني، بس انت قدام خلاص. انا كمان انا عندي مصالح تانية، عندي مصالح ناس في الشوارع، عندي مصالح طلاب انا كمان خايف عليهم الحقيقه. خلاص ممكن يمكن المشكله في الخط الصحفي يمكن يلاقوا مكان تاني يقولوا فيه مشكلتهم من غير ما يبقى فيه قفل بالتلقاء وتعطيل المصالح ليهم او ضرر يلحق حد فيهم، فبناء عليه خلاص.